عام ونص ونحن نستناو فيهم عملوا قانون استثنائي للوظيفة العمومية دخلوا بهم جماعتهم وخلوا أولاد الشعب البرة في القهاوي معناها مصيرهم البؤس والشقاء. عام ونص ونحن قدامهم نشوفوا في الحكومة تزيد في الأسعار، مش في الخواص يزيدوا في الأسعار، المحروقات والضوء والماء زادتوا الحكومة. قدمنا لهم مقترحات في قانون المالية التكميلي الأول وفي القانون المالية الثاني وما سمعوهاش، لصالح الشغالين وصالح الأجراء وصالح في امتلال الكادحين وصالح الجهات المهمشة. قدمنا المقترحات في التنمية الجهوية، قدمنا مقترحات فيما يتعلق الإصلاحات في منظومة الفساد، قدمنا لهم موجودة نوار سور بلون. هذوما ناس مستبدين ما عندهمش الكفاءة للإصلاح، واحد اثنين ما عندهمش الثورية للتغيير، بمعنى أن هؤلاء عاجزون عن تلبية مطالب هذا الشعب. هذوما ما نجموا كان يراو امتيازاتهم الخاصة، هذوما راهو بالنسبة ليهم الصورة متاع بن علي وصورة الترابلسية عاودوا هنا، ما هيش حاجة أخرى معناها شفناها. هذوما نحن وقتاش عملناها يا سيدي ال 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 انت وقتاش دخل المجلس يا سيدي؟ 22 نوفمبر. ايش وقع في ديسمبر؟ صدقنا على النظام المؤقت للشرطة العمومية، من وقتها وقع الانقلاب. خيطوها باش ثلاثة رئاسات تكون موجودة، رئاسة المجلس الوطني التأسيسي الكذا ورئاسة كذا، والحكومة تكون صلاحياتها محلولة في امتلاء معناها بشكل غريب، رئيس الجمهورية بدون حتى صلاحيات كيفه كيف حتى شيء، وديجا حضرتك تشوف حتى في الصراع هذا نسيناه مش موجود، نسيناه بالحق نسيناه، نحن راهو معني بالحكاية هذه، أما ما نجمناش نذكره ولا خاطر ما عنده حتى شيء مش موجود. بمعنى وأنه من يوم وأنه وقع المصادقة على النظام الوقت السلطة العمومية اللي بموجبه كنا نحبوا مجلس الوطني التأسيسي يعمل الدستور، ومهمته الرئيسية الدستور، ومدة عام قال لك لا ما نعملوش وعندنا تعهد أخلاقي، وكان ما نعملوش قولوا لنا دقاش. وجات 23 أكتوبر 2012 وتتذكروا كيفاش وقعت أزمة حقيقية. من بعدها جينا فهمت في وضع آخر اللي المقرر العام ولا يفصل في الدستور كما يحب، عمل لك دستور ايديولوجي نتاع حزب وعمل الحكامة انتقالية. يا سيدي اش ناوي به؟ ناوي ان المجلس الوطني التأسيسي باش يزيد يقعد مطول ساقيه اكثر من هكا. هذا يعمل لنا حكامة انتقالية اللي المجلس الوطني التأسيسي هو المسؤول على الفرحلة الانتقالية القادمة، ما نعرفوهاش وقتاش تبدا وقتاش توفى، وبكل معناها الصلاحيات الموجودة للمجلس الوطني التأسيسي وبعدم تطبيق الدستور. شنو الحكاية هذوما؟ باه هذوم الولايات اللي حطوهم المعتمدين اش يعملون يا سيدي؟ انت في دشره وانت في ريف ولا كذا، تحسين المسك، ازاله الاكواخ، الكرني الابيض نتاع معناها الموجب يعطيهم 10,000 ولا نتاع الدواء، المساكن الاجتماعيه، المقربين والاستات يقدموا فيها الحزب الحاكم، الشعب الاخر فهمتي لا ليه ربي. منين الانتخابات باش تمشي لها؟ ومنين فهمتي لا باش خليهم معناها يعملوا استبداد جديد ونقولوا لهم فهمتي لا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم وتو نقعدوا نستناو بالنسبه لنا احنا الصندوق. نقول لك هذا مسار ثوري وهذا ثوره من اجل دفاع شعبنا شهداء وجرحى واعطاه الضريبه، والضريبه ما عطاهوش هما، عطاها شعبنا وعطاها الفقراء وعطاها الكادحين وعطاها فهمتي لا معناها الناس الزواله في الجهات، وذوما خذوا مغانم السلطه وتنكروا لهم ولاو يقوموا كما صلاحهم وامتيازاتهم. باش نقعدوا نستناوهم نحن المرة الجاية يحضروا الانتخابات كما يحبوا هما، ويحضروا فهمتي الله معناها الأرضية كما يحبوا هما بمولاتها بمعتمدينهم بالمسؤولين يحطوا فيهم وينشئوا فهمتي الله معناها كذا، ونقولوا لهم فهمتي المرة الجاية هكا مخديتوا السلطة، والمال الفاسد اللي نعرفوه فهمتي الله معناها يتداول في الجمعيات اللي عندهم وما إلى ذلك، ونقول لهم يعطيكم الصحة راكم عملتوا الديمقراطية ورانا فهمتي نستناو في الصندوق. نقول لكم حاجة، فما الشعب هو أساس السيادة ومصدر الشرعية، فما زوز حالات، فما الحالة الأولى باش يوصل فهمتي الله معناها لتكريس السيادة نتاعو فما الانتخابات، ونحن نرى أن الديمقراطية المستقرة ضروري أن تقوم على أساس الصندوق والانتخابات معناها النزيهة والشفافة اللي فيها الناس الكل تكون في نفس الشروط والظروف تتنافس على أساس البرامج وعلى أساس الحقيقة وليس على أساس التغيير ولا على أساس فهمتي الله استعمال المال الفاسد. اثنين، الشعب من حقه عندما يقع الالتفاف عليه بصندوق الاقتراع انه يسترد هذه الشرعيه ويقول لك اقف غاديك، نعطيك انا الموندا، نعطيك فهمتي الوكاله
باش تعبر عليا انت في 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 مجلس النواب ولا مجلس تاسيسي، باش تعبر على مصالح. تتنكر لي ما عادش انا توا الشعب، ماذا نال هذا الشعب من هؤلاء من ديمقراطيه هذول؟ ايش خذاه؟ كان البؤس والشقاء، كان عدم الامن، الارهاب، ايش خذاه؟ ايش حصلنا نحن؟ معناها اذا تشوف توا عيشه الناس تتنقل في كل مكان، الناس مدمره تعيش حتى من حاله من الاكتئاب النفسي. راهو سي مونجي معناها حاله غريبه ياسر. اما نقول لك حاجه، بالنسبه لهؤلاء بالفعل خذاو مغانم، عندهم امتيازات من امتياز السلطه وريناهم. راه شوف نحن قمنا بالنظام وقت السلطه العموميه في ابريل، مازلنا في ابريل، معناها من بعد تقريبا 3 شهور من اللي خذاو السلطه. اول حاجه عملوها شنو هي سيدي؟ اش قال لك؟ قال لك باش نعملوا تعويضات. خليت وزير الماليه استقال، قال لك يا خويا لا ما نجمش الحكايه هذه، 1200 مليار معناها وقع النقاش على اساس باش تحط، وهو رجعوا لها توا راه خاطر عرفوا روحهم ماشيين، هاوكا رجعوا لها زاربين وعملوا عليها مجلس وزاري. ونحن بالمناسبه معناها نقولوا لسي رئيس الحكومه الان والمستشار بتاع نور الدين البحيري، تلك المجالس الوزاريه المضيقه اللي عملوا فيها حزبيه نتاعهم واللي بمقتضاها قاعدين ياخذوا في معناها قرارات ضد ميزانيه الدوله وضد المال العام، وفيه استعمال للنفوذ وفيه استعمال معناها خاطئ لي معناها هذه السلطه. حضروهم راهو هذه فهمتي لا مرحله انتقاليه كل واحد تحاسب فيه، ولذا ما اللي يقوموا فيه تو الان وخاصه فيما يتعلق بهذه المساله المتعلقه معناها بالتعويضات، ردوا بالكم. التعويضات لازم تتعدى على المجلس بس. لا لا هم يعملوا فيها تو حدم، فما مقررات، فما تو قاعده تتعطى قرارات في مستوى الادارات من اجل فما شكون يعطي فيهم في ديزافونسمون في الخدمه كذا، وفما في السي ان ار بي اس ما نعرف شنو حالات فهمتي لا معناها كارثيه، بمعنى ان هؤلاء عطاونا اي سيدي اش عملوا لنا؟ عملوا لنا 84 وزير من المره الاولى، الاخر حتى لنا نسيبه اللي هو الناس الكل معناها اجمعت على انه ما يفهمش، وزير خارجي ما يفهمش، ما يفهمش معناها ما يفهمش بالكل، تو هما كلهم ما يفهموش، هذا ما يفهمش بالكل، خاطر نسيبه حتى بسيف. هذوما عطاونا ابهى صوره لانهم حكام يذكرونا بمنظومه بن علي، وذاك علاش تو اكثر شعار مرفوع تو في تونس ليه؟ شعب فد من طرابلس يجدد. بالفعل لانه عطاونا صوره لطرابلس يجدد. ولذلك اللي نقول لهم شعب مش باش يقعد يسالنا، هاي باهي يعطيكم الصحه اعملوا لنا فهمتي اللي تحبوا وعبثوا بينا واعملوا الدستور ونحن ما ورينا ولا؟ ما عشنا في المجلس الوطني التاسيسي عام ونص. عام ونص ونحن نعيشوا في الدمار معاه. نعيشوا في الولايات، القوانين يعملوا فيها كما يحب. نقعد نتفرجوا نحن فهمتي الله معناها كذا ينزل على الكذا ما غير حتى حد تعرف. ونحن حلفنا راهو حلفنا بالقران وحلفنا على المصحف، قلنا فهمتي الولاء نتاعنا للوطن مش للاحزاب. هذوما التصويت ما فماش شكون ما يسولش ديما نفس التصويت، بمعنى وانه ما فيهم حتى حد نهار من نهارات فقلوا قال راهي الحكايه هذه غلطه باش نعمل حاجه غير حزب، بمعنى وانه اليوم هذا المجلس الوطني التاسيسي انتهى امره ولم يعد المؤسسه اللي يؤتمن عليها على قوة الشعب وعلى أمن الشعب وعلى حياة الشعب وعلى اقتصاد الشعب وعلى القضايا الاجتماعية وعلى القضايا السياسية. ثم أنه أنت حزب حاكم، ما أنت تعطينا الصورة، تعطينا الصورة للحكم اللي قادر فهمتي لا يعطينا على الأقل ملامح نتاع الناس اللي باش تحكم تونس بصورة أخرى، تحافظ على امتيازات القديمة نفس الحكايات، عندك فهمتي الله معينه ما كذا وعندك 4 زوز كراهب وعندك 500 فهمتي الله معناها متر نتاع واحد ما يعبي واحد نتاع دشره. يا ودي راهو هذوما ما عطاونا حتى صوره مع القطع مع النظام القديم، عطاونا الا الصوره مع انهم مش باش يواصلوا مع النظام، باش يتوغلوا، باش يتوغلوا في الصوره القديمه نتاع الفساد ونتاع توزيع المغانم، في حين وانه سواد الشعب للشعب هذايا بقاتلوا كان البؤس. ولذا نقول لك فينالمون ما هو فما بيلون ولا نعملوا التحليل نتاع الحكومه هذه، التحليل نتاع الحكومه هذه فشل، الشعب هذايا ما شاف حتى شيء منهم. نشوفوا حتى شيء نشوفوا اعطيني بالله تعرف كيفاش؟ نسالهم انا اعطيوني حاجه اللي الشعب هذا يشوف فيها ضوء، قولوا له رانا عملنا لك حاجه، رانا عملنا لك قضينا على الفساد، هاك تشوفهم كلهم خرجوا صح هاك الجماعه نتاع كل خرجوا يحوسوا والحمد لله يا ربي بقاو، كان فهمتي الله ان شاء الله العاقبه لبن علي يرجعوا لنا ويقدم انتخابات وتنجدوه. كي توصلوا انتم سامحني لا لا نحن ماناش طالبين حكم، نحن طالبين حكومه مستقله وباش يكون هذا واضح بالنسبه لنا
طالبين حكومه مستقله بعيد عليا وعليك وعلى الناس الكل بنفس المساله. لا انت شقلت تعطيونا شنو؟ تعطيونا شنو تو يجاوبك سي سمير، اعطيونا انجاز شقلت انت؟ اعطيونا حاجه فيها ذو للبلاد اللي يجاوبك سي سمير بعد ما تابعوا هذا التقرير اراء سيرين حول موقف حركه النهضه.